تعالى 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 اقول لك على منتجات مصريه 100% وما بتدعمش البعده، ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع ومعانا بقى اول بديلين للشيبسي، ها، للبطاطس اللي هي البطاطس المحمره بيقولوا عليها شيبسي دي. تمام، معانا تايجر وده انتاج من شركه ايجيبت فود، وبيك شيبس واللي اكتشفت برضو اللي هو انتاج ايجيبت فود، فالاثنين دول تقريبا براند واحد. واحد بقى كرانش كده شبه ها، وواحد بقى ايه شبه التاني. فينا بقى نسمي الله بقى بيك شيبس كده بطعم الليمون الحلو، يعني انا اول مره اجرب الطعم ده، فيلا بينا كده نسمي الله ونشوف دنيته ايه. تعالى نسمي الله كده، مش شيبسيه كده ايه ما محترم يعني. نسمي الله كده. بسم الله. طعمه حلو، ليمون كده معاه سنه كزبره كده جاي من بعيد، بس عايز اسمعكم كده القرمشه. ديك شيبسي اول منتج مصري وياخد ريه، ويلا بينا على اللي بعده. تايجر بطعم السموك شيدر، الطعم ده انا اول مره اشوفه واول مره اجربه الصراحه اليومين دولت، فيلا بينا كده نشوف ايه الدنيا. هو تايجر بيقولوا ان هم منزلين كام طعم جداد، منهم اللي هو الميكس شيدر والاسطنبولي، فيلا بينا انا ما لقيتش غير ده اصلا، فيلا بينا كده برضو نشوف البطاطسايه عامله ازاي. هي ايه مدحرجه كده اللي هي مرشرشه من شنش. يعني هي يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخه في الكلام. ايه كرانشي. بسم الله. بتاع التايجر طول عمرها حلوه، الفكره كلها ان انا حاسس بطعم الباربيكيو بس، لكن مفيش طعم شيدر، بس الصراحه يعني طعم حلو. والقرمشه كده نسمعه مع بعض. ده تايجر تاني منتج مصري 100% ويستحق لقب رايق. الناس اللي بتدور على بدائل للمشروبات الثانيه، المشروبات الثانيه الاهوان الثاني تمام، دي بقى بديل مصري 100%. انا ده اللي لقيته وانا بدور على السبوتس، بس فعلا مش لاقيها. ده انتاج شركه ايجيبت للمشروبات الغازيه، فيلا بينا بقى. انا لقيت اربع اطعم، فيلا بينا نجربوهم. نبدا اول حاجه بقى ايه كده بال اللي هو المفروض بقى ان هو بيك كولا. تمام، فبسم الله. صوتك كويس على فكره. بص بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. كمية الفوران برضو على فكرة كويسة قوي، فبسم الله. طعمها حلو، يعني قريبة من البعدة بنسبة مثلا 80 ولا 85%، بس هي الصودا بتاعتها خفيفة شوية كده، بس هي سكرها مظبوط الصراحة. يلا بينا على اللي بعده. تاني حاجة بقى بيج بطعم الليمون، اللي هو يعني برضو ايه ليمون، ماشي هنمشيها ليمون. هي برضو حاسس ان موضوع الصودا عندهم يعني ضعيف شوية، فبص كده بقى نشوفه. لا هو الصودا عندهم ضعيفه شويه. بسم الله. فيها طعم ليمون حلو جدا، بس هي عندهم مشكله في الصودا، لو هم يظبطوا الصودا شويه ويرفعوها شويه في الحاجه هيبقى طعمها حلو قوي. نخش بقى تالت حاجه بقى على بيج بالبرتقال. تمام، برتقال. يلا بسم الله. يعني دي مبشره جدا في موضوع الصودا، انا حسيت ان ايه فيها ريحه برتقال على فكره حلوه قوي. لا زي ما انا قلت خلاص. بسم الله. بص هي خفيفه شويه. تمام، طعم البرتقال حاسه صناعي قوي 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 وجاي من بعيد جدا، يعني احس ان انا باخد في راس فوره كده بطعم الليمون والبرتقال. هي دي بالظبط شبهها، اللي هي الدواء مش اكتر ولا اقل. بيك بالتفاح الاخضر، ودي انا كنت جربتها قبل كده وحطيتها على الستوري، وفعلا فعلا كان طعمها حلو، فيلا بينا بقى ناكده على الطعم. بسم الله. نوع تفاح اخضر حلو قوي، والناس اللي بتحب التفاح الاخضر اللي زي حالتي هتحبها قوي. يلا يا ريت لو حد يعرف مكان بيبيع سيبروس بوتس في اسكندريه يكتب لي في الكومنتات، لان انا عايز اجربها ضروري عشان نشجع صناعه بلدنا. يلا اشوفكم في فيديو جديد. سلام.